السلام عليكم متابعي الكرام، يا رب تكونوا بألف صحة وسلام. النهاردة هقدم لكم جيب اللي بيكون في البلطو أو بيكون في عباية، يعني هو ليه استخدامات كتيرة. الجيب اللي احنا هنقدمه واللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده، هو بيكون بميل، ولو هتعمليه مستقيم هيبقى برضو بنفس الطريقة. ده شكله، وده من جوه. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ده البلطو او الجاكيت او العباية اللي انا هعمل عليها الجيب. الجيب مفروض انه بيجي بميل شوية، وفي معلومة هقول لكم عليها. حتى لو الجيب هيجي بالطريقة دي مستقيم، هيتعمل بنفس الشكل وبنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بها دلوقتي. ده ظهر القماش انا مثبته على مكان الجيب فوزلين، وهاجي ارسم شكل الجيب على الوش. بس نخلي بالنا ان الحاجة اللي انا هرسم بيها تكون حاجة بتتخلع. انا هرسم بالقلم علشان ده قماش انا مش هستخدمه، وعلشان يبان في التصوير. فانتوا هترسموا بطباشير او اي حاجة بتتخلع بسهولة. وهاجي على مكان الجيب وهرسمه بالشكل ده، هعمل خط بالطريقة دي، وهحدد طول الجيب اللي انا عايزاه. يعني مثلا هعمله طوله 14 سنتي او 13 سنتي، نخليها 14. بالشكل ده. طيب مقدار او عرض الجيب هيكون كام سنتي؟ الانسب بيكون 3 سنتي، لكن لو حابة، لو شفتيه في موديلات أعرض من كده أو أقل، هتعمليه زي ما هو بنفس الطريقة برضه. يعني هتعملي المقاس زي ما هتشوفيه. لو 3 سنتي، أنا هعمل 3 سنتي بالطريقة دي. هو شكل 3 سنتي بيكون أجمل شكل. هاجي في نص المسافة اللي هي 3 سنتي بالشكل ده، وهعمل خط بالطريقة دي، وهعمل فيها المثلث اللي أنا بعمله في الجيب الشق. لو شفتوه هتلاقوا فيه المثلث ده. زي ما اتفقنا يا جماعة، الرسم مش هيكون بقلم، هيكون بحاجة بتتخلع، يعني حاجة بتتشال بسرعة. دلوقتي هقص الجيب، وهجيب القماش اللي انا هقص عليه. انا عارفة ان في ناس كتيرة مبتدئة، رغم ان الحاجات دي بتبان انها بسيطة، بس بتكون محترف فيها. هتقص الجيب ازاي وشكله هيتعامل ازاي؟ هجيب القماش اولا بالشكل ده. انا طبعا ده وش القماش او وش الجاكيت او البلطو اللي انا بشتغل عليه. هجيب القماش واحطه برضو على الوش. اول حاجة هتني القماش بالطريقة دي مقدار 5 سنتي بالشكل ده. انا تنيتها بالشكل ده مقدار 5 سنتي، وهحطها على اول حاجة لحد ما اوصل للخط اللي انا عاملاه في النص بنفس الميل علشان الجيب يطلع مظبوط. وهاجي مطبقه القماش مره تانيه بالشكل ده.
وهسيب مقدار 2 سنتي او سنتي ونص للخياطة برضو، يعني انا لما اجي اخيطها هلاقي حاجة اخيط بيها. هرسم شكل الجيب، بس طبعا لما هترسمه هترسمه بحاجات بتطلع مش بقلم زي كده، بس ده القلم بيبان في التصوير اكتر. دي طريقة سهلة علشان تبقى سهلة عليكم انتوا، يعني دي اسهل طريقة ليكم. طبعا هو المفروض يكون اطول من كده واكبر من كده، بس دي علشان عينة، لكن انتوا لو هتعملوه اطول من كده. وده شكله الكبيرة دي، انا هثبتها بالفازلين. شايفين الناحية الكبيرة دي؟ هثبتها بالفازلين وهنروح على المكنة ونشطبه. هجيب اول واحدة الكبيرة وهثبتها بالشكل ده، على فكرة المفروض تكون اكبر من كده علشان اعرف اخيطها بالشكل ده. فانا هصغر من هنا سنت ومن هنا سنت علشان الجيب يطلع معايا مظبوط. بس انتوا لو هتعملوه بنفس المقاس هتكبروا الجيب شوية، انا كان المفروض اكبره بس القماش معايا قليل بصراحة. وهاخد العلامة اللي انا هخيط عليها، هاجي برضو عند الناحية التانية هحطها في وشها بالشكل ده. انا كله ده بعمله على فكرة على وش القماش، يعني على وش الجاكيت او البنطو. وهخيط على العلامات اللي انا اخدتها، يعني هخيط بالشكل ده، مش هخيط الطول، بس انا واخده العلامة دي علشان اقف عندها. انا بخيط العرض بس مش الطول، الطول انا سايباه زي ما هو، بس انا اخدت العلامة دي علشان اعرف الخياطة رايحة فين. هاجي عند الصغيرة دي الناحية دي وهقلبها بالشكل ده وهاخد عليها خياطة تاني، دي الصغيرة مش الكبيرة اللي انا هعملها بالشكل ده، وهخيط عليها خياطة تانية بداية من الخياطة الاولانية بالشكل ده، يعني هثبتها زي ما انا بعمل في حاجات كتير. شايفين على نفس المقاس ده، وهاخد الخياطة. شايفين الخياطة التانية انا اخدتها في البداية، لكن دي سايباها زي ما هي. هرجع الخط اللي في النص ده اللي انا اخدته هفتحه، والمثلث برضه هفتحه بالشكل ده.
وهدخل الجيب بالطريقة دي، والناحية التانية دي واللي انا هشتغل فيها برضو شغل تاني هدخلها بالشكل ده. هاجي عند الناحية الكبيرة اللي انا مثبتة فيها الفوزلين وهعملها بالشكل ده، هطلع ال3 سنتي هيبقى بالشكل ده. هعملها مرة تانية علشان بس تكون واضحة اكتر. دي الكبيرة اللي انا اخدتها، دي الكبيرة خلاص. هفتح المثلثات دي كويس لحد اخر الخياطة. شايفين ده شكل الجيب، ودي ال3 سنت الفراغ اللي انا اخدته. ودي الكبيرة هعمل فيها ايه؟ هاجي مديها بالشكل ده بالطريقة دي لحد ما اوصل لاخر ال3 سنتي بالشكل ده خلاص، واثبتها، اثبتها في المثلث. والناحية التانية برضو شايفين انا عملتها ازاي، اعملها تاني برضو. ادي ال3 سنتي الفراغ اللي انا سبتها في الجيب. هجيب القماشة دي وهتنيها بالشكل ده لحد ما اوصل لل3 سنتي اللي انا سبتهم بالشكل ده. شايفين طلعت معايا ازاي، واثبتها في المثلث اللي انا اخدته. طبعا مش هيكون في المثلث بس احنا هنثبتها دلوقتي في المثلث. لما نيجي نشوفها من الخارج هنشوفها، شايفين شكلها هتبقى بالطريقة دي. طبعا لما هتتثبت الناحية دي هتتدارى، بس عشان لسه احنا مثبتناهاش بالمكنة خلاص، فهنشوف هنثبتها بالمكنة ازاي. في البداية طبعا هخيط الجيب، هخيطها في البداية من هنا، هثبتها الأول بالعرض وبعدين هثبتها، هثبت الاتنين بالشكل ده على بعض بالمثلث خلاص. بس أنا في الأول هثبت الجيب بالطريقة دي بالعرض. كده انا ثبت الجيب في يعني ثبتهم في بعض. هشيل الدبابيس،
وهاجي جايبة الناحية التانية من الجيب، وحطهم على بعض بالشكل ده. انا ثبت دلوقتي المثلث في الطبقتين الجيبين، الطبقتين الجيب مش الجيبين. وبعدين هخيطهم وهخيط باقي الجيب. ده شكل الجيب بعد ما خلص، هيبقى بالطريقة دي. وده شكله من جوه. شفنا ازاي الاتنين طلعوا قد بعض في الاخر. طبعا بعد المكوة كل الحاجات دي هتثبت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان تكون طريقتي سهلة وقدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.